والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة، قال: الثلث فرض اثنين، في صفحة 18. الثلث فرض اثنين، الأم والإخوة للأم ذكورا وإن أو إناث، ذكورا كانوا أو إناثا. طبعا الأم لقوله سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. والإخوة لأم لقوله سبحانه وتعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال: الشروط لنيلهما الثلث للأم بشرط عدم فرع وارث وعدم عدد من الإخوة والأخوات. تمام. وللإخوة والأخوات للأم بشرط عدم فرع وارث وأصل ذكر. انتبه معي، هذا بالنسبة لأصحاب الثلث. أصحاب الثلث بارك الله فيكم كالتالي: أصحاب الثلث كالتالي، هم الثلث هم: واحد، الأم. اثنين، الإخوة لأم ذكورا أو إناثا. فالأم ترث الثلث بشرطين عدميين، بشرطين إيش؟ عدميين، عدم عدم، هذا يسمى عدمي. هما عدم الفرع الوارث، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة. طبعا لما أقول عدم الفرع الوارث، ما المراد بالفرع الوارث؟ درسناه من قبل. الفرع الوارث هذا ابن أو بنت أو ابن ابن، صح؟ أو بنت ابن، ممتاز، هذا الفرع الوارث. فإذا وجد واحد من هؤلاء الأربعة فإن الأم لا ترث الثلث. أين تذهب الأم؟ تذهب إلى مجموعة السدس، تخرج من هنا. قال: وعدم الجمع من الإخوة. عدم الجمع من الإخوة، ما المراد بالجمع؟ المراد بالجمع في الفرائض، في الفرائض اثنين، اثنين ذكورا أو إناثا، واضح؟ فلو وجد جمع من الإخوة، أي وجد أخوان أو أختان أو أخ وأخت من باب أولى أكثر، فإن الأم تنتقل من الثلث إلى السدس كما سيأتي بعد قليل، واضح؟ بناء على هذا، لو أعطيتك مسألة فقلت لك: شخص مات عن زوجة، تمام، وأخ شقيق وأم، فكم ميراث الأم في هذه الصورة؟ ها؟ الزوجة كم نعطيها؟ درسنا الزوجة، كم نعطي الزوجة؟ ها؟ ربع. لماذا أعطيتم الزوجة الربع؟ لعدم فرع وارث، صح؟ ممتاز. وكم تعطي الأم؟ الثلث. تحقق الشرطان أو لا؟ تحقق الشرطان. الشرط الأول عدم فرع وارث، نعم، والشرط الثاني عدم جمع من الإخوة. يوجد أخ واحد فقط،
صح؟ إذن الأم هنا تستحق الثلث لتحقق الشرطين، والأخ الشقيق هذا سيكون عصبة. واضح؟ إذن هذا مثال للأم إذا ورثت الثلث. واضح؟ طيب، الإخوة للأم ذكورا وإناثا أيضا يرثون الثلث، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ قال لك العلماء بشرط عدم الحجب، بشرط عدم الحجب. إذن هو شرط عدمي أيضا. السؤال، من الذي يحجبهم؟ من الذي يحجبهم من الإرث؟ من؟ قالوا لك يحجبهم والحاجب لهم هو أصل ذكر أو فرع وارث. إذن لما أقول أصل ذكر، ما المقصود بالأصل الذكر؟ أحسنتم، الأصل الذكر هذا يشمل الأب والجد. ها؟ الأب والجد. إذن إذا كان الأب موجودا، الإخوة الإيش؟ لأم. إذا كان الأب موجودا، الإخوة الإيش؟ لأم. ها؟ يحجبون. إذا كان الجد موجودا، الإخوة اليوم إيش؟ يحجبون. لاحظ معي، الجد يحجب الإخوة اليوم، لكن إذا كان إخوة أشقاء أو إخوة لأب، الجد يشترك معهم. ها؟ الإخوة الأشقاء والإخوة لأب أقوى من الإخوة لأم. إذا كان الميت عنده إخوة أشقاء أو لأب، الجد يشاركهم، كما سيأتي معنا في مسألة ميراث الجد والإخوة. لكن إذا كان الميت عنده أخ لأم، الجد يسقطه. واضح؟ فالأخ لأم أضعف من الأخ الشقيق والأخ الإيش؟ والأخ لأب. فهم ولا لا؟ إذن من الذي يحجبهم؟ أصل ذكر. لاحظ معي، لما قلت أصل ذكر، ماذا خرج بقولي ذكر؟ الأصل أنثى. الأم هل تحجب الأخ لأم؟ لا. الجدة أم الأم مثلا، هل تحجب الأخ لأم؟ لا، هذه أصل أنثى. نحن قلنا الذي يحجبهم أصل ذكر. ها؟ جيد. أو فرع وارث، من الفرع الوارث؟ ما لا يحتاج أن أكتبه مرة أخرى. ابن أو بنت، ابن أو بنت ابن. ها؟ واضح ولا لا؟ لاحظ معي، قال فرع وارث ولم يقل فرع ذكر، قال فرع وارث، فيشمل ما لو كان ذكرا أو أنثى، ابن أو بنت، ابن بنت ابن. واضح ولا لا؟ هؤلاء يحجبون من؟ الإخوة لأم. تستطيع بعبارة أخرى أن تقول بالتفصيل، إن الأخ لأم يحجب بستة، إذا أردت تفصيل المعلومات. من هم؟ الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن. تريد أن تختصر المعلومة؟ قل إن الأخ لأم يحجب بأصل ذكر وفرع وارث، والأمر إليك. إن أردت طريقة التفصيل لمزيد إيضاح يمكن، إذا أردت طريقة الاختصار يمكن، لكن طريقة الاختصار هذه تستعمل عندما يكون الإنسان خلاص يعني قد فهم العلوم هذه، خلاص صارت ثابتة، ممكن يختصر، لكن في البداية يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تبيين. تمام؟ جيد. بناء على هذا بارك الله فيكم، لو قلت لكم مات عن زوجة وأم وأخوين لأم وعم، كم نعطي الزوجة؟ كم نعطي الزوجة؟ لماذا؟ نعطيها الربع. لماذا قلنا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، صح؟ وكم نعطي الأم؟ سدس. لماذا سدس؟ لماذا لا نعطيها الثلث؟ لوجود
جمع من الإخوة. إذا الأم نعطيها سدس. ممتاز ممتاز. كم نعطي الأخوين لأم؟ ها؟ كم؟ ثلث أو سدس؟ انظر، الإخوة لأم جمع إخوة أخوين، ها؟ حجبوا أو لم يحجبوا؟ لم يحجبوا. كم نعطيهم؟ ثلث، لأنهم جمع الآن. إخوة إخوة أخوين، قلت لك الجمع اثنين، ها؟ لو كان لواحد، لو كان أخ لأم، لو كان أخ لأم نقول سدس، لكن ليس أخ، أخوين لأم جمع. تمام، ربع سدس ثلث، باقي ولا مش باقي؟ باقي، ها؟ الباقي لمن؟ للعم عاصب، عصبة، عصبة بالنفس. واضح؟ تريد أن تحلها تقول أصل المسألة 12، الزوجة كم؟ ثلاثة، والأم اثنين، والأخوين لأم أربعة، كم هذه؟ تسعة، صح؟ تسعة. كم باقي؟ ثلاثة. واضح يا مشايخ ولا لا؟ واضح. هؤلاء أصحاب من؟ أصحاب الثلث. إذن مرة أخرى، أصحاب الثلث، أصحاب الثلث كم عددهم؟ اثنان. تمام، الأول الأم، ترث الأم الثلث بكم شرط؟ بشرطين. ما هما؟ عدم الفرع الوارث. السؤال، من هو الفرع الوارث؟ ابن بنت، ابن ابن، بنت ابن، وعدم الجمع من الإخوة. السؤال، ما المقصود بالجمع؟ ثلاثة فصاعدا؟ لا، اثنين فصاعدا. واضح؟ من يرث الثلث أيضا؟ الإخوة لأم، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. يعني أنا لو بدلت المسألة، لو بدلت المسألة فقلت لكم مات شخص عن زوجة وأم وأختين، وأختين لأم، نفس الكلام يأخذ الثلث، سواء أختين لأم أو أخوين لأم، أختين لأم أو أخوين لأم، ما في فرق. لو قلت لكم في المسألة نفس المسألة، وأخ وأخت لأم، نفس المسألة. لو قلت لكم عشرة إخوة لأم، أيضا الثلث. الإخوة لأم مهما كان عددهم من اثنين إلى ما لا نهاية، واضح، نصيبهم الثلث. بشرط إيش؟ بشرط إيش؟ من الذي يحجبهم؟ أصل ذكر وفرع وارث. يمكن هذا نعيده ثلاث مرات. يحجب الإخوة لأم أصل ذكر وفرع وارث. يحجب الإخوة لأم أصل ذكر وفرع وارث. يحجب الإخوة لأم أصل ذكر وفرع وارث. واضح يا مشايخ ولا لا؟ جميل جميل. إذن هؤلاء من؟ أصحاب الثلث. انتهينا من أصحاب الثلث وأخذنا بعض التطبيقات عليهم. الآن سندرس الذين بعدهم. من بعدهم؟ أصحاب الثلثين. هؤلاء سهل، أصحاب الثلثين. تمام، أصحاب الثلثين. قال لك أصحاب الثلثين قاعدتهم كالآتي، هم، أحسنت، هم أصحاب النصف إذا تعددوا. أصحاب النصف خمسة، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. إذا تعددوا، الزوج لا يتعدد، خلاص يخرج الزوج، صح؟ يعني أختين شقيقتين، واضح؟ قبل ذلك بنتين، بنتي ابن، أختين شقيقتين، أختين لأب، واضح ولا لا؟ إذن هؤلاء هم، نكتبهم البنتان، بنتا الابن، بنتا الابن، الأختان الشقيقتان قاف، الأختان لأب
طبعا هنا كله بتكتب ايش؟ فصاعدا 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 فصاعدا، واضح ولا لا؟ يعني سواء كانتا بنتين او بنات، بنتي ابن او بنات ابن، سواء كانتا شقيقتين او اكثر، اختين لاب او اكثر، تمام. ما مثاله؟ انظر، نكتب مسألة. مات عن أب وأم وبنتين وأخ لأم. ها أستاذ عبد الرحيم، تفضل. بسم الله. أب، كم نعطي الأب يا أستاذ عبد الرحيم؟ لماذا أعطيته السدس؟ قلت السدس أو الثلث؟ لماذا أعطيته الثلث؟ هل هو من أصحاب الثلث الأب؟ ما في. لماذا تعطيه الثلث؟ نعطيه السدس الأب هذا. الأب السدس، ها؟ ذكرته لكم في الدرس الماضي لكن اختصارا هكذا اقتضابا، نعطيه السدس خلاص هذا عليا. والأم سدس أيضا. لماذا أعطيتها السدس؟ لماذا لا تعطيها الثلث؟ لوجود ماذا؟ لوجود فرع وارث، صح ولا لا؟ بنتين، كم تعطي البنتين؟ تحقق الشرط. عددهم أكثر من واحدة ولا يوجد معصب، صح؟ إذا نعطيهم كم؟ ثلثين. الأخ لأم هذا كم نعطيه؟ محجوب. يا الله، ليش محجوب؟ سلامات. من حجبه؟ الأب حجبه والفرع الوارث حجبه. السلامة. هذا إذا هذا لا يرث، واضح. الأب موجود، الأب يحجبه أو لا؟ أصل ذكر، فرع وارث موجود، بنتين، مع السلامة. واضح ولا لا؟ إذن هذه المسألة لو قلت لك كم أصلها تقول لي ستة. ستة، واحد واحد أربعة، سهلة جدا، صح ولا لا؟ جيد. مثال آخر، مات عن زوجة وأختين لأب وأخ لأم. أنا لا أسألك اليوم، ها، لأنك ضيف، لكن في الدرس القادم سأسأل، ها، تمام. أستاذ لو سمحت قل لي كم نعطي الزوجة؟ الربع كنابة. عدم فرع الوارث. أحسن، عدم الفرع الوارث، ممتاز. إذا نعطيها الربع. أختين لأب، أختين لأب ثلثين. أحسنت، ممتاز. أخ لأم، نحن قلنا متى يستحق الثلث؟ متى يستحق الثلث؟ إذا كانوا إيش؟ إخوة، لكن هذا واحد. أحسنت، سدس، ممتاز ممتاز، سدس ممتاز. كم أصل المسألة؟ ممكن نعرف؟ 12، صح؟ 12. هنا كم؟ 3. هنا كم؟ 4. ها؟ 3. 8. وهنا كم؟ 2. عدهم 3. هذا يسمى عول، تدرسونه في المستقبل، يكون
نصيبه المجموع أكثر من أصل المسألة. ها؟ ندرسه في المستقبل ليس الآن. واضح ولا لا؟ فهمتم؟ طيب نأخذ مسألة أخرى. نأخذ مسألة أخرى. مات عن أم وأخوين لأم وأختين شقيقتين. الأخوات الأستاذات، جواب من منكن؟ أريد كل واحدة يعني تشارك، ليس واحدة التي تجيب. مات عن أم وأخوين لأم وأختين شقيقتين. يمكن أن تكتب المسائل هذا بعد ذلك بعد العصر عندك فراغ، تعيد حلها مرة أخرى، تتأكد حلك صحيح. لماذا قال لنا هذا؟ واضح؟ لا بأس، يمكن أن تتصل بي. لماذا قلت هكذا في المثال؟ أنا سأرد على التليفون. تمام، ها تفضل. مات عن أم وأختين لأم وأختين شقيقتين. الأخوات الأم السدس، نعطي الأم السدس. لماذا أعطيتيها السدس؟ ها لماذا؟ ها لوجود ماذا؟ لوجود جمع من الإخوة. أحسنتي، ممتاز. فلا تستحق الثلث، لأن شرط استحقاقها الثلث إيش؟ عدم جمع من الإخوة. هنا يوجد جمع من الإخوة، صح؟ طيب وأخوين لأم، ها نعطيهم الثلثين. أخوين لأم نعطيهم الثلثين، ما شاء الله. ليش نعطيهم الثلثين؟ ليش نعطيهم؟ هم أحد شيئين، إما الثلث إما السدس. إذا كان واحد السدس، إذا كان أكثر من واحد الثلث، بس ما يروحوش عند الثلثين. تمام، إذن أخوين لأم كم؟ ثلث. لماذا أعطيناهم الثلث؟ لأنهم جمع. أختين شقيقتين كم؟ نعطيهم الثلثين. لماذا؟ لأنهم تعددوا، صح؟ لأنهم تعددوا. ممتاز ممتاز. كم أصل المسألة؟ ستة، صح؟ الأم كم؟ واحد، والأخوين لأم؟ اثنين. أيضا هذه تعول. تمام، الستة تعول إلى السبعة والثمانية والتسعة والعشرة. الاثنى عشر يعول إلى ثلاثة عشر، خمسة عشر، سبعة عشر، أربعة وعشرين يعول إلى سبعة وعشرين. تمام، سندرسه في المستقبل شيئا فشيئا. بلان بلان، واضح ولا لا؟ انتهينا من هذا. ها انتهينا من هذا. تحتاجون تصورون او امسح؟ صورتم، خلاص امسح. بسم الله. الان ناخذ اصحاب السدس. بسم الله الرحمن الرحيم. اصحاب السدس كم عددهم مشايخ؟ سبعة. سبعة، ها سبعة أصحاب السدس سبعة. أنا أتمنى أننا نقبلهم اليوم، لكن أخشى أستاذ وحي يقول لي انتهى الوقت. نأخذ منهم حتى جزءا، ها هو الباقي نؤجل للأسبوع القادم. قال لك أصحاب السدس، أصحاب السدس قال لك في الرحبية، ها والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد. والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام
تمام العدة. هيا نعدهم سبعة ولا لا؟ نتأكد. قال والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأبي خمسة ثم الجدة وولد الأم. من ولد الأم هذا؟ الأخ لأم. هذا الأخ لأم شوف إذا انفرد. نحن قلنا الأخ لأم له حالتان، أن يكون جمعا كم يرث؟ الثلث. الثلث. أن يكون واحدا كم يرث؟ نأخذ واحد واحد. أولهم الجد، رقم واحد الجد. الجد متى يرث؟ عفوا، أول واحد الأب. بسم الله. متى يرث الأب السدس؟ نقول الأب يرث السدس بشرط واحد، يرث السدس بكم شرط؟ بشرط واحد. بشرط واحد، ما هو؟ عدم وجود الفرع الوارث. عندي سؤال وافي، ما المقصود بالفرع الوارث؟ ما الفرع الوارث، ما المقصود به الفرع الوارث؟ ما معنى كلمة الفرع الوارث؟ أربع. من هم؟ الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن. واضح؟ خلاص هذا تحفظه جيدا. هذا الفرع الوارث، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن. واضح ولا لا؟ إذن وجود، يا الله، وجود الفرع الوارث. تمام. يرث الأب السدس بشرط واحد، وجود الفرع الوارث. من هو الفرع الوارث؟ ابن، أيوة، بنت، ابن ابن، بنت ابن. أربعة صح؟ طيب انتبه معي، لو أراد شخص أن يقول أنا أريد أن أرتاح من الأب، أعطينا كل حالات الأب. أول ما أشوف الأب في مسألة الفرائض خلاص أعرف هذا ولا هذا ولا هذا. نقول الأب باختصار، الأب له ثلاث حالات. الحالة الأولى يرث السدس فقط، والحالة الثانية يرث السدس زائد عصبة عين، والحالة الثالثة يرث عصبة. متى يرث السدس فقط؟ إذا كان للميت فرع وارث ذكر، مثل مات شخص عن اب وأب وزوجة. الابن والأب والزوجة، الأب له السدس فقط، الزوجة لها الثمن، الابن الباقي. هنا يرث كم؟ السدس فقط. تمام. متى يرث السدس والتعصيب؟ إذا كان للميت فرع وارث أنثى. أحسنتم، فرع وارث أنثى. مثاله ممكن نفس المثال، نفس المثال. تمام. مات عن بنت وأب وزوجة. طيب البنت كم تأخذ؟ نصف. والأب كم يأخذ؟ السدس. السدس صح، السدس. والزوجة كم تأخذ؟ الثمن. باقي ولا لا؟ باقي. باقي عندك سدس ثمن. أصل المسألة من كم؟ 24. هذه كم؟ 12. وهذه كم؟ 3. باقي أو لا؟ وهذه كم؟ 4 سدس صح؟ زائد كم باقي؟ 16 19. باقي 5. إذن يرث السدس والباقي تعصيبا.
جيد. طيب متى يرث عصبة؟ إذا لم يكن للميت إيش؟ فرع وارث. خلاص يأخذ بالتعصيب بس. إذا ثلاث حالات، كلما رأيت أب في مسألة من مسائل الفرائض هو لا يخرج عن الحالات الثلاث. إذا للميت فرع ذكر نعطيه السدس نسلم عليه يمشي. إذا كان الميت عنده فرع أنثى نعطيه السدس نقول انتظر يبقى نعطيك تعصيب. واضح ولا لا؟ إذا كان الميت ليس عنده فرع وارث لا ذكر ولا أنثى نعطي أصحاب الفروض أن تأخذ الباقي كله. واضح؟ عصبة. فهم ولا لا؟ كم حالة هذه؟ ثلاث حالات. حتى يطمئن قلبي يمكن أن تعيدها علي. لا ضيف يعني في الأسئلة في الدروس الماضية لكن في الدرس اليوم موجود هو. تفضل. الحالة الأولى ما هي؟ نعطيه السدس فقط هكذا فقط فقط حتى يفهم أنه ليس له شيء آخر. السدس فقط تمام only تمام just نعم. سدس فقط إذا يوجد فرع وارث. أحسن فرع وارث ذكر نعم. إذا يوجد الميت فرع وارث أنثى أحسن نعم. إذا لم يوجد فرع وارث. واضح يا مشايخ؟ هذا بالنسبة لمن؟ للأب. إذن هذه حالة الأب. كلما نظرت في مسألة من مسائل الفرائض فيها أب فإنه لا يخرج عن هذه الحالات الثلاث. تمام. طيب الثاني الذي يرث السدس من؟ الأم. الأم مسكينة هذه الأم. الأم ترث السدس. ترث السدس بشرطين. واحد وجود فرع وارث. اثنين وجود جمع من الإخوة. تذكرون الثلث قبل قليل قلنا ترث الثلث بشرطين عدميين، عدم فرع وارث، عدم جمع من الإخوة. لكن هنا ترث السدس بشرطين وجوديين، وجود فرع وارث، وجود جمع من الإخوة. جيد. فإذا وجد فرع وارث ما مثاله؟ ما مثاله؟ ها نقول مات شخص عن أم وبنت وزوجة وأخ لأب. يوجد فرع وارث أو لا يوجد؟ كم نعطي الأم؟ لماذا أعطيتم الأم السدس؟ فرع وارث موجود. والبنت النصف، والزوجة الثمن، والأخ لأب عصبة. صح عصبة. صح ولا لا؟ لو كان بدل أخ لأب أخ لأم كم نعطيه؟ السدس أو الثلث؟ لو كان بدل الأخ لأب أخ لأم كم نعطيه؟ إيش لا؟ إيش لا يوجد؟ أريد جوابا. ها محجوب بالفرع الوارث. هكذا قل محجوب بالفرع الوارث لأن الذي يحجب الأخ لأم من؟ أصل ذكر وفرع وارث. هذا في الصباح 10 مرات تردد هذا وفي المساء 10 مرات تمام. يحجب الأخ لأم أصل ذكر وفرع وارث تمام. طيب جيد. إذن هنا الأم تستحق كم؟ السدس. لماذا؟ لوجود مثال آخر. مات شخص عن أخت شقيقة وأخ لأم تمام وأم وعم. ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ كم نعطي الأخت الشقيقة هذه؟ كم؟
نصف. لماذا نصف؟ ما هي شروط يرثيها النصف؟ عدم أن تكون منفردة، عدم المماثل، وعدم المعصب، ما وعدم فرع وارث، وعدم أب، ها، عدم أصل ذكر، ها، جيد، ما في الآن، هذا كله غير موجود. إذن إيش ميراثها؟ النصف، ممتاز. أخ لأم كم نعطيه؟ الثلث أو السدس؟ أخ لأم نعطيه الثلث أو السدس أو نحجبه؟ سدس. لماذا لا تقول الثلث يا أستاذ وحي؟ لأنه كم؟ واحد. متى يرث الثلث؟ إذا كانوا؟ طيب لماذا لا نحجبه؟ من الذي يحجبه؟ أصل ذكر موجود، أصل ذكر؟ فرع وارث موجود، فرع وارث؟ إذن لا يحجب، إذن لا يحجب ولا يأخذ الثلث. إيش باقي؟ سدس. نعطيه السدس. شوفوا الأخ اليوم هذا، إما سدس، إما ثلث، إما حجب. إما سدس إذا كان واحد، إما ثلث إذا كان اثنين فأكثر، وإما حجب. من يحجبه؟ أكرر، أصل ذكر، فرع وارث. واضح ولا لا؟ إذن هنا الآن واحد لا يأخذ الثلث، يحجب لا يحجب، إيش باقي؟ خلاص السدس، هذا هو. جيد ولا لا يا مشايخ؟ نعم. الأم كم تعطوا الأم؟ لماذا سدس؟ جمع من الإخوة، ما في فرع، جمع من الإخوة، والعم هذا عصبة، العم عصبة. كم أصل المسألة؟ ستة، صح. ثلاثة، ثلاثة، واحد، 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 تمام، واضح. هذا الثاني الذي يرث إيش؟ يرث السدس. من هو؟ الأم، تمام. طيب الثالث الذي يرث السدس من هو؟ بنت الابن. متى بنت الابن ترث السدس؟ نقول ترث السدس إذا أخذت البنت النصف. البنت أخذت النصف، بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. البنت أخذت النصف، بنت الابن تأخذ كم؟ السدس لتكمل الثلثين. لأن انظر معي، نصف زائد سدس يساوي كم؟ ثلثين، صح ولا لا؟ واضح هذا ولا لا؟ ها؟ واحد، اثنين، ثلاثة، هذا نصف، وهذا كم؟ سدس. نصف زائد سدس يساوي كم؟ ثلثين، صح ولا لا؟ جيد. مثاله: مات عن بنت وبنت ابن وأب وأم. تيماس، كأنك تريد أن تجيب على السؤال، صح؟ بسم الله. مات عن بنت، كم تعطي البنت؟ ها؟ نصف. لماذا؟ ها؟ عدم المماثل وعدم المعصب. عدم المماثل وعدم المعصب، أحسنت. شرطين: عدم المماثل وعدم، إذن تأخذ النصف، ممتاز. بنت الابن كم تأخذ؟ السدس. الأب، انظر إلى حالات الأب هذه. أنا قلت لك تجد الأب في مسألة عنده ثلاث حالات بس، وقلت لك انتبه معي، تجد الأب في مسألة كم عنده حالات؟ ثلاث. تجد الأخ للأم كم عنده حالات؟ ثلاث. إما حجب
وإما ثلث وإما سدس. خلاص هذه احفظها تمام. الأب هنا أي حالة، أي حالة من حالات ثلاثة ديماس؟ أحسنت. إذن هذا سيرث هنا السدس، وإذا بقي سيأخذ ماذا؟ عصابة. ممتاز. ننظر يبقى ولا يبقى، لا ندري، ننظر. أظنه لا يبقى لكن سنتأكد. الأم كم تأخذ أو تحجب الأم؟ ها تأخذ، تأخذ لماذا تأخذ سدس؟ أحسنتم أحسنتم، لوجود فرع وارث. لو كان هنا معنا أخ لأم يرث أو لا يرث؟ معجوب. من حجبه؟ حجبوا الفرع الوارث، حجبوا الأب موجود كذلك، صح ولا لا؟ جيد ممتاز. إذن أصل المسألة من كم؟ من ستة. ثلاثة واحد واحد واحد، مسكين الأب ما عاد بقي له شيء، خلاص يأخذ السدس. واضح ولا لا؟ جيد جيد. ما زال الوقت، خلاص خلاص نترك الجد هذا، يحتاج تفصيل طويل، ها نتركه في الدرس القادم. لكن إذا كتبتم ذاك سأكتب لكم خمس مسائل واجب إلى الأسبوع القادم، ها تمام، تقبلون أو لا؟ لا يشترط الرضا. خلاص أمسح هنا. شوف إذا أردت أن تتقن هذا العلم كل يوم، خاصة في مرحلة الدراسة كل يوم لابد أن تجيب عن المسائل. اكتب مسائل من نسج خيالك، اكتب وأجب. يشكل عليك يمكن تسأل صديقك، يمكن أن تسألني، ما في مشكلة. تريدون أن تصنعوا جروب في واتساب، تكتب المسألة وتحلها، أنا أنظر فيها عند الفراغ، لا مشكلة، الذي تريد. تمام. مات عن أب وبنت وابن وزوجة. ماتت عن زوج وابن وأب وابن وأب وأخت شقيقة. مات عن بنت وأم وزوج. أخوين
اسمه بنت ابن. ست مسائل، أزيد واحدة حتى يكون ويتر. تمام. مات عن زوجة، أختين، جاب و ابن عم. خلاص سبع. اوكي نعدهم، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ما شاء الله سبعة. تمام بركة. سيد نكتفي بهذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.